شعار دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولية السابع للتنمية الأفريقية تيكاد 7 التي تنطلق فعاليتها في مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية وبمشاركة رؤساء الدول الإفريقية وعدد من المنظمات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي. مشاركة مصر في المؤتمر تأتي لرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في إفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لإفريقيا. يعد المؤتمر من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الإفريقية واليابان والمؤسسات الدولية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية. ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة. وتأكيدا على اهتمام مصر بقضايا المنطقة تأتي الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السيسي إلى الكويت نهاية الشهر الجاري. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لاعتبارات عدة أهمها العلاقات التاريخية بين البلدين ووزن مصر الإقليمي والدولي فضلا عن التطورات المتلاحقة في المنطقة ما يتطلب المزيد من التواصل والتشاور بين البلدين لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر. أكثر من محطة تستحق التوقف عندها كثيرا والمتابعة في جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، وبالتأكيد اتكاد 7 هي واحدة من المحطات اللافتة جدا ويؤمل أن هي تدشن لعهد جديد في التعاطي مع أفريقيا للمزيد من الإدماج لها في المنظومة العالمية، وكثير من المعطيات دعم الابتكار، تحسين أوضاع القارة الأفريقية، الاستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر واليابان، الاستفادة أيضا من رئاسة الحالية لمصر للاتحاد الأفريقي وغيره من المعطيات اللي هنحاول نحن نقترب منها بشكل أكبر في ضوء انعقاد هذه القمة، قمة مؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا، وربما الشعار اللي هناخده انطلاق لكثير من المحاور اللي هتطرق ليها تفصيلا وتحليلا في هذا اللقاء هو دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار. ده بالإضافة أيضا إلى محطة مهمة إلى الكويت وأفاق أرحب للعلاقات المصرية الكويتية تتكرس من خلال هذه الزيارة للسيد الرئيس. بوجه تحية لضيفي في هذا اللقاء الأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك أستاذ أحمد؟ الحمد لله. في دلالات للأماكن نفسها وجهات السيد الرئيس في هذه الجولة وللتوقيت سواء بالنسبة لمصر أو بالنسبة لإفريقيا أو بالنسبة للطرف الدولي المستهدف بالتعاون والتنسيق معي، حضرتك تقولي. طبعا لا، في الزيارتين، سواء في الزيارة الأولى اللي كانت لحضور قمة الجي 7 أو لحضور قمة التيكاد 7 ورئاسة الجلسات بالتعاون مع تشيزو أبي رئيس وزراء اليابان بصفة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في هذا التوقيت، لازم نكون مستوعبين أمر في غاية الأهمية، أن الأمر يتعلق بمكانة مصر الريادية في هذا الإقليم. موقع مصر من تبني قضايا الإقليم في الحق العادل في التنمية وفي تحقيق مستهدفات الشعوب من الحصول على حقها في التعليم، في الصحة، في المساواة بين الجنسين، الحصول على حق عادل في الرقمنة التكنولوجية بحيث أن احنا نتمكن من مكافحة الفساد، أحد الأوجه المستترة التي تؤدي بمشاكل أخرى كالإرهاب، كالهجرة غير الشرعية، لأن دي كلها مسببات بتدفع إلى مزيد من الإفقار في الدول. تجربة التحول الرقمي مصر بتمر بها حاليا. بالضبط. فدي كلها محطات مهمة. يمكن كانت المحطة في الجي 7 بتجمع الشقين السياسي والاقتصادي وفيها محاور كتير كانت
فيها طرح للقضايا السياسية والاقتصادية. يمكن في التكاد 7 في يوكوهاما قضية مختلفة شوية، قضية رايحة ناحية التخصصية الاقتصادية مع إتاحة الفرصة لطرح القضايا السياسية كعوامل تحد من إمكانيات التعاون الاقتصادي أو إمكانيات التقدم في هذا المجال في مجالات التعاون الاقتصادي. الغالب في قمة المجموعة 7 كانت القضايا السياسية واستعراض لجوانب التكامل والتعاون الاقتصادي. هنا التركيز أكتر هيكون على مناحي التعاون الاقتصادي واستعراض أوجهها المختلفة مع استعراض بعض العوامل السياسية التي يمكن أن تكون عاملا مؤثرا في الحد من قدرات التعاون في المستقبل بين الشعوب الأفريقية وبين دولة اليابان. التعاون تحت قمة التكاد بيتم في إطار ما يعرف بتعاون المثلث. التعاون المثلث اللي هو بيتم برعاية ثلاثية، يعني شعوب أفريقية، دولة اليابان، والأمم المتحدة. والأمم المتحدة هنا ممثلة منذ الدورة الأولى للتكاد عبر مفوضية الأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا، عبر مكتب الإنمائي للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية، عبر مفوضية الاتحاد الإفريقي نفسها. وده يمكن اللي بيدي منحة أكثر أهمية المرة دي مع تبوء الدولة المصرية مكانتها في رئاسة الاتحاد الأفريقي. رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أستاذ أحمد، ومكانة مصر في العمق الأفريقي اللي أصبحت تتطور إيجابا بشكل لافت في السنوات القريبة الأخيرة، وأيضا العلاقات المتميزة اللي بمصر وبين اليابان في أكثر من مجال، يمكن حضرتك أبلغ تحدثنا عن هذه الجزئية، كيف يستثمر ذلك إيجابا لخدمة تحقيق تطلعه الأكبر وهو دعم التعاون بين اليابان والقارة السمراء؟ يعني دي مش القمة الأولى في اللقاءات التي تجمع بين الرئيس المصري، فخامة الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي. دي القمة 5 تقريبا في اللقاءات اللي بتجمع بينهم. الزيارة الثالثة للسيد الرئيس إلى اليابان. علاقات متميزة بين الدولة المصرية مع الدولة اليابانية على مدار التاريخ. علاقات من نوع يغلب عليها الجانب الثقافي الأكاديمي اللي فيه أوجه كثير للتعاون العلمي والتقني اللي هو بيذكي أعمال هذا المؤتمر بالمناسبة. علاقات فيها أوجه للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مهمة جدا بالنسبة للدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف المجالات. كل ده الدولة المصرية بتستثمره لمصلحة قاراتها الأفريقية. ويمكن اللي بيفيد هنا في يفيد القارة الأفريقية أن الدولة المصرية لما بنتكلم على استعدادها لريادتها الإقليمية وبداية توظيفها لده فيما يحقق مكانة أكتر ومصلحة أكتر لشعوب إفريقيا. يعني قمة فرنسا على سبيل المثال، قمة الجي 7 كانت بتنعقد تحت المساواة والعدل والحقوق الجميلة اللي هم بيتكلموا عليها دي من قبل أطراف كثيرا ما جرت على حقوق الشعوب الأفريقية، مش كده؟ النهاردة الدولة المصرية وهي تدرك ذلك بتتحرك، لما ابتدت تتحرك على الساحة الدولية اتحركت في الدوائر اللي هي تستطيع أن تمارس فيها نوع من أنواع التأثير بحكم الميراث التاريخي اللي حضرتك بتتكلمي عليه والميراث الثقافي اللي فيه ثقل يمكن للدولة المصرية أن تفرض من خلالها رؤيتها، أن تفرض من خلاله قدرتها على طرح التحديات ومن قدرتها على تقديم الحلول كمان. يعني مش بنعرض بس الإشكالات، اللي احنا بنقدم حلول وبنقدم نماذج من التجربة المصرية اللي حققت كثير من النجاحات في فترة وجيزة جداً، وأن التجربة دي أصبحت تجربة جاذبة وليست تجربة طاردة في ظل قدرة مصر على اجتذاب الشباب الأفريقي عبر مؤتمرات الشباب، في ظل قدرة مصر على اجتذاب القيادات الأفريقية لحضور مؤتمرات معنية بهموم المواطن الأفريقي زي مؤتمر مكافحة الفساد اللي عقدته هيئة الرقابة الإدارية، من خلال مؤتمرات عديدة للتقارب بين الشعوب زي مؤتمر الشباب العربي الأفريقي المنبثق عن أعمال مؤتمرات الشباب. إذن أنت حضرتك بتتكلمي عن وعي كامل للدولة المصرية وهي بتتحرك في دائرتها الأفريقية
كدائرة من دوائر الأمن القومي المصري كان بيقابله على طول وعي بأهمية التحرك في الدائرة الآسيوية. ولما مصر اتحركت في الدائرة الآسيوية كان ده بيتم بالتوازي مع التحركات اللي الدولة المصرية بتعملها في الدائرة الآسيوية، وعشان كده كانت دائما أبدا في الولاية الرئاسية الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما أبدا حجم الزيارات ومعدل الزيارات الخارجي مرتفع جدا، وكانت الزيارات دي دائما بيصحبوا فيها الوزراء المعنيين بالحقيبة الاقتصادية، وده كان لتقديم صورة مصر المختلفة الجديدة ولتأسيس نوع جديد من العلاقات وتقديم رؤية الدولة المصرية وقدرتها على إحداث النموذج الإصلاحي المطلوب في الفترة القادمة. لما مصر بتروح في علاقتها بالدائرتين دول وبتقدر تحدث نوع من أنواع التوازن في علاقتها بالدائرتين دول وتستعيد تأثيرها تاني ونفوذها، يعني بنشوف نجاح العلاقات مع الصين، مع الهند، مع باكستان، مع روسيا، مع اليابان، انت بتشوفي استعادة للدور المصري في القارة الآسيوية بصورة برضو ملحوظة مش بصورة قليلة. النموذج المصري في التعامل مع التحديات المصرية ازاي ممكن ايضا يسترشد في منتديات زي دي يا استاذ احمد، يعني سواء في مواجهة الارهاب، في بناء الانسان المصري، في المشروعات التنموية العملاقة، في الرقمنة زي ما اتكلمنا قبل كده، يعني في ايضا تحول رقمي الان بتشهده مصر يتوج في القريب العاجل ان احنا نبتدي نشوف حكومة الكترونية متكاملة. زي ما حضرتك طرحت يا فندم استاذ ريهام بالظبط وقلتي النموذج المصري نموذج ملهم وبات نموذج ملهم للشباب في القارة الأفريقية، ويمكن اللقاءات اللي بتتم في منتدى شباب العالم واللقاءات المتخصصة اللي بتتم المنبثقة عن منتدى شباب العالم اللي بتتم فيها اللقاء بين الشباب المصري والشباب الأفريقي انت كتير بتلمسي تغير صورة النموذج المصري في عيون الشباب الأفريقي. استعادة التأثير هذا النموذج وأنك بتقدري تقدمي الدولة المصرية في صورتها الجديدة، الدولة التي استطاعت أن هي تنجز العديد من ملفات التنمية في كافة المحاور المهمة على الصعيد الاستراتيجي للدولة على المستوى الداخلي، في نفس الوقت اللي كانت الدولة بتقدر تنفذ سياسة خارجية رشيدة مكنتها ان هي في نفس الوقت وهي بتنفذ سياسة الإصلاح الداخلي ان هي تقدر تعمل هذا النوع من انواع الاندماج مع المجتمع الدولي بالصورة المترابطة اللي حصلت ده. مصر بتبقى حريصة في هذه اللقاءات ان هي تقدم للعالم النموذج على يعني اللي بيطرح افكار من نوع الشراكة. النموذج اللي بيطرح للعالم افكار تقوم على البناء المصلحي المشترك، النموذج اللي بيقدم للعالم فكرة أن الضرر يمكن أن يصيب الجميع ما لم يحدث تعاون حقيقي، وفكرة أن الجميع ينبغي أن هو يتحمل مسؤولية المستقبل، فكرة أن يعني إذا استمر التقصير من قبل الدول التي تملك المساعدة لقدرات محدودة لشعوب في القارة الإفريقية طالما عانت كثيرا من محدودية قدرتها على تحقيق معدلات التنمية المطلوبة ده مش هيكون في مصلحة العالم اللي ابتدى يعاني كثيرا من نتائج وخيمة لمؤشرات التخلف على الصعيد الفكري على الصعيد مكون الإنسان نفسه، وده أنتج مشاكل حقيقية في قلب القارة الأفريقية. بتشوفي نماذج التطرف الفكري، بتشوفي نماذج التطرف الفكري دي بتقود قد إيه معدلات إلى الانتماء لتنظيمات إرهابية زي مشكلة كتيرة بتعاني منها الدول الواقعة على خط الساحل والصحراء. بتشوفي فكرة انعدام القدرة، ودي فكرة أشار إليها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في بياريتس الفرنسيه في قمه السبعه الكبرى. صحيح. بتشوفي قد ايه انك انت فكره الايمان بالدوله واهميه الدوله الوطنيه بتبتدي تنعدم خاصه في عدم القدره على طرح مشروعات للتنميه والبناء وفقا لمخططات تحمي قدرات الدوله على البقاء، فده بينتج نوع من انواع عوامل تساعد على انهيار الدوله او ان الدوله تكون فاشله، والنموذج ليه اللي بيحصل في كتير من دول القرن الافريقي، وبالتالي ده بيساعد على انحلال الدوله او فشل الدوله اللي فيها نماذج كثيره
في منطقة القرن الأفريقي الدولة فيها بنشوف نوع من أنواع الانهيار، وبالتالي ده بيمكن مثل هذه التنظيمات أن هي تسود وتنتشر. بتشوفي فكرة أنك أنت كل ما بيتراجع مستوى التعليم، كل ما بيتراجع مستوى الصحة، كل ما بيحدث كل ده، كل ده ما بيكون مشجع أكتر لمنظومة الفساد أن هي تعمل وتضرب، لأن ده بينعكس على المستوى الاقتصادي، بينعكس على المستوى الثقافي. الثقافة والصحة والتعليم يعني الثلاثة من مقومات بناء الإنسان، لو الثلاثة دول انهاروا أنت قدام منظومة منهارة معرضة لكل عوامل الفساد أن هي تنخر في هذا المجتمع، وبالتالي هذا المجتمع يكون معرض للتآكل السريع بالفعل، وفي النهاية هذا المجتمع بيكون معرض للانهيار. متفق عليه طبعا أستاذ أحمد أن النموذج المصري الإفريقي يعتد به في كتير من التجارب والاختبارات. فكرة أن أنا أعيد أمجاد الدولة نفسها أو أكون قارئ جيد جدا للتاريخ، إن ونحن نبني مصر الجديدة بنستند إلى أرضية الواقع في مصر القديمة باللي كانت فيه من إنجازات وحضارة وتميز وغيره. لو هنسحب من ده على القارة الإفريقية اللي كانت في وقت من الأوقات سلة الغذاء العالمي، مصر ما وصلتش ليه وصلت له دلوقتي كمان من فراغ، في يمكن مفهوم الندية اللي ابتدى يبقى لافت جدا في سياسة مصر الخارجية في التعاطي مع المحيط العربي والدولي. ندية أفريقيا ممكن تكتسبها من إيه؟ إن هي حتى لما يكون في شراكات بينها وبين الغرب ينظر لإفريقيا كشريك على قدم المساواة وليس يد السفلى تتعاطى الدعم من اليد العليا التي تقدمه إليه. لا، هي الفكرة مش كده خالص. الفكرة إن نظرتنا حتى إحنا ودراستنا لإفريقيا والدول الإفريقية لازم كمان تبتدي تختلف، ونبتدي نوضح مجموعة من الحقائق أمام المشاهد والمتابع المصري. الدول الأفريقية ليست على مجملها دول على هذا النحو من التخلف الذي اعتاد اعتيد ترويجه او تضليل الرأي العام او تضليل الاتجاه العام في التفكير تجاه القارة الأفريقية. لا، احنا عندنا دول أفريقية متقدمة جدا، عندنا دول أفريقية تمتلك من الثروات عالية المكانة، سواء على صعيد الذهب، على صعيد الألماس، على صعيد النفط، على صعيد الغاز. عندك دول أفريقية مؤهلة من الحقيقة دي كانت فكرتي يا أستاذ أحمد اللي أقصدها، الرؤى المغلوطة اللي كانت بتروج لمصر. بالزبط. خدنا وقت وخدنا مجهود كبير من مختلف القوى، ارتقاء القيادة المصرية نفسها ابتدى دلوقتي بيبقى في إدراك حقيقي لطبيعة ما يحدث في مصر. إزاي ده بقى يسحب على القارة؟ هنا نبتدي نشتغل الدول الكبيرة بقى اللي احنا بنتكلم عليها، جنوب إفريقيا، نيجيريا، كاميرون، غانا، سنغال، المغرب، الجزائر، الدول ذات الثقل التي يمكن لها ان هي تنفق من الاستثمارات بالتعاون مع ما يعرف بقى تعاون المثلث اللي احنا بنتكلم عليه، استثمارا لعلاقات مع دول زي اليابان، استثمارا لتعاون مع دول زي الصين، استثمارا لتعاون مع الاتحاد الاوروبي، استثمارا لتعاون مع الدول العربيه، منظومه الدول العربيه، انك تقدري توجهي نوع مختلف من انواع الاستثمار لتغيير هذه الصوره، انك تقدري تستثمري اكتر في زي المشروع الياباني اللي بيتم استثماره لتنميه الايدي العامله، وانك تستثمري اكتر في التدريب على رياده الاعمال يعني تمكين قدرات المواطن الأفريقي الأقل في الدول دي، لأن ممكن تلاقي تركز للثروات في بعض الدول، يعني ممكن تكون الدولة غنية لكن في تركز في الثروات فيها، مش المجتمع كله على هذا النحو فتبتدي تعملي نوع من أنواع التدريب على مشروعات ريادة الأعمال للقطاعات الصغيرة، بحيث أنك أنت تقدري تنتجي قطاعات مؤثرة وأنت قطاعات إنتاجية مختلفة تبتدي تقود بلادها نحو تغيير الصورة النمطية اللي هي سايدة فيها، أنك تبتدي تقودي مشروعات من المشروعات غير تقليدية في النمط الثقافي. عشان كده مثلا لو حضرتك كنت فاكرة وحضرنا مؤتمرات كنا منبهرين جدا بشباب أفريقي حريص على مواقع التواصل الاجتماعي، بعمل منصات، بعمل مواقع تواصل اجتماعي بيتم من خلالها بس صور مختلفة لمجتمعاتهم، صفحات مختلفة لمجتمعاتهم، بحيث أنه بيحاول أنه يغير الصورة التقليدية النمطية اللي سايدة عن مجتمعاتهم. الحقيقة أن مشروعات التنمية اللي بتتم دلوقتي في قلب القارة الإفريقية سواء برعاية اليابان أو برعاية الصين مشروعات في منتهى القوة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي طبعا وبرعاية الطرف الثالث اللي احنا بنقول التعاون المثلث، برعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي.
اللي هو انت بتتكلمي عليها ان مشروع الربط مثلا خط السكه الحديد، انك انت بتتكلمي على مشروع تنميه البنيه التحتيه عاليه الجوده في مختلف انحاء القاره الافريقيه. اذا انت بتتحدثي عن اعاده بناء القاره الافريقيه تاني بما يغير من صورتها في المستقبل. ده هياخد وقت اكيد، اكيد ده مرتبط باجنده الاتحاد الافريقي للتنميه 2063 اللي الاتحاد الافريقي حاططها، ومن المؤكد من المؤكد ان هو حاطط في حسبانه الخطوات اللازمه لتغيير الصوره النمطيه الماخوذه عن القاره الافريقيه. هو مؤكد ان هو معروف انك انت هذه المراحل من الخطه لابد ان تنتهي 2063 والصوره مختلفه تماما. زي ما بنتكلم عن الدوله المصريه وهي حاطه خطه 2020 و2030، هذه الخطط مفترض عندما تنتهي تكون صورة الدولة المصرية قد اختلفت. نحن عندنا 2020، عندنا 2030، عندنا 2050. مصر لا تعمل لنفسها فقط وإنما لنهضة القارة الإفريقية بالزبط. كلها ده بيترجم في تظرفات عديدة، منها حتى بالبرنامج الرئاسي لتأهيل القادة، هو اللي تم تخريج مجموعة من الشباب الإفريقي الشباب وليس المصري المخير. فقط بالزبط. إيه الرسائل اللي بتوجه في هذا السياق من وجهة نظر حضرتك؟ يعني أنا أهم رسالة أن أفريقيا في قلب وعقل القيادة المصرية، وأن يعني لو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكافة الرؤساء أشادوا بالفريق المعاون لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه فريق يعمل عن وعي بقضايا وطنه، فده بيعكس أن هذه الأجهزة عندما يتحدث رؤسائها على هذا النحو لا تتحدث من فراغ، بل هناك إدراك واضح إزاي الدولة المصرية بتشتغل. يعني أنا عايز أقول أن الدولة المصرية المصريين لازم يفهموا ويكونوا مدركين دولتهم لا تعمل بناء على فراغ، ولكن دولتهم تعمل بناء على نظام مؤسسي. في حاجة اسمها مؤسسة الدولة، دولتهم دولة مؤسسات، دولتهم دولة قوية لديها أجهزة معلومات، لديها أجهزة. لما بنتكلم على أجهزة أمنية ما ينسحبش ذهنهم إلى فكرة الأجهزة إن ده جهاز الشرطة لا بالشكل التقليدي. بالشكل التقليدي لا، أنت النهاردة بتتكلم على أجهزة أمنية مسؤوليتها مواجهة تحديات أنت قد لا تكون تعلم عنها شيئا. يعني من ضمن البرامج اللي هيتم مناقشتها في قمة اتكاد 7 أو الحصص اللي هيتم مناقشتها، أنك أنت عندك حاجة متعلقة بالرقمنة وتأمين المجتمعات معلوماتيا وأمنيا، وده بإشراف الداخلية والإعلام الياباني. لما ده بينعقد أو بيتم، ده في إدراك كبير جدا لأهمية المنظومة الأمنية. فلما المصريين لازم يفهموا أن لما يتحدث رؤساء العالم بهذا الإدراك عن الفريق المعاون للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لازم يبقى عندهم ثقة أكبر في هذا النموذج من دولتهم، أن دولتهم زي ما حضرتك أشرتي دولتهم دولة عميقة، دولتهم مؤسساتها فيها مؤسسات عميقة لا تأخذ قرارات متسرعة، ولكن قراراتها مبنية على دراسات قيادة رشيدة، دراسات يعني مش فجائية، ولكن هي فاهمة ومتفهمة كويس جدا الخطوات اللي هي بتخطو فيها، حساباتها عاملة ازاي، مش متسرعة في اتخاذ خطوات تجاه بعض القضايا كبعض الأطراف المحيطة بينا، ولكن هي دولة تعلم جيدا أن قراراتها تراعي فيها أن هي لا تضر بأطراف أخرى، أن هي قراراتها تكون مبنية على استقلال الإرادة الوطنية طبعاً. بتاعتنا أن احنا قادرين أن احنا من خلال هذه القرارات أن احنا نحمي مقدرات الأمن القومي المصري، وأن احنا نحقق المصلحة الوطنية. وفي كثير بيشوف الحقيقة أستاذ أحمد أن ما يرى النجاح الحقيقي لمثل هذه القمم أن هي تنجح في أن هي تحشد الدعم الدولي لدعم مبادرات التنمية لإفريقيا، أن هي تخرج ب يعني أشياء فاعلة. هقول لحضرتك على حاجة أستاذ ريهام، حاجة غريبة جدا يعني، والمصريين لازم يفكروا فيها كويس قوي. احنا كده داخلين على القمة رقم 20 اللي السيد الرئيس بيحضرها منذ أن تولى الرئاسة في 8/6/2018، القمة رقم 20، ودي القمة الثامنة اللي بيرأسها سواء منفردا أو بالمشاركة مع طرف آخر زي اللي حصل المرة دي مع اليابان، فيما يتعلق بشأن إفريقي أو بقضايا إفريقية خالصة. فلما الدولة المصرية عبر أجهزتها وعبر قيادتها بتعلن أن الشعار اللي قالته وبيتحقق على الأرض أنه حان وقت إفريقيا، ده مش شعار رفع من فراغ، ولكنه شعار رفع لكي يطبق على الأرض ولكي تتمكن الشعوب الأفريقية بالفعل من تحقيق حق
حقها العادل الآني في تنمية عادلة ومستقرة وأمنة من كافة التهديدات. هي رسالة إيجابية وعملية يجب أن يحسن استثمارها ويتم البناء عليها. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. العفو. بشكركم مشاهدينا الكرام، ختام لقائنا معكم النهارده في من القاهرة، لكن بالتأكيد متابعتنا على شاشة النيل الأخبار متواصلة معكم بعد قليل جدا، جولة صحفية بصحبة زميل عاصم أبو الغار. بشكر لكم حسن المتابعة وأترككم في رعاية الله.